اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور طه، التحديات معروفه لاي مدير فني يتقلد القياده الفنيه بالنسبه للمنتخب المصري، الحصول على كاس الامم الافريقيه والوصول الى كاس العالم في واحده من اهم منتخبات القاره الافريقيه، لم يكن اهم منتخب القاره الافريقيه هو المنتخب المصري. ما فيش شكايه طبعا، واضحه يعني الطموحات والامال اللي احنا عايزينها واضحه مع كل المدربين اللي حصلوا قبل كده. مسيره سريعه كده هتجد يعني معظم المدربين اللي بيدربوا المنتخب لم نجد منهم نجاح في الاداء الهجومي بشكل كويس. نعم. يعني كلهم بشكل دفاعي وكونتر اتاك. يمكن كوبر مثلا، لو اتكلمنا على صلاح، نجح مع كوبر اكتر نجاح مع كوبر، سجل فيه عدد كبير من الاهداف ووصل لكاس العالم. صحيح. ويمكن احنا كنا مش راضيين على اداء كوبر على اساس انه بيلعب بشكل دفاعي، لكن بيلعب الكونتر اتاك، لكن نجح صلاح نجاح كبير جدا معاه بهذه الطريقه، مع عبد الله سعيد في نص الملعب، والكرات كانت بتلعب بينيه بين الباك والسيرد باك، ويطلع صلاح ويسجل منها. لكن بعد كده كثير مدربين ما نجحوش في ان هم يطوروا صلاح او يستفيدوا من صلاح الاستفاده المطلوبه منه، سواء الاستفاده المباشره او استفاده غير مباشره بتحركات غير مباشره له. للاسف يعني دي اللي حاصله في الاوقات الاخيره. كل ما بينزل واقف على جنب يتمسك، ما فيش يقدرش يعمل حاجه. محدش ابدا من المدربين قدر يطور هذا الاداء بحيث يبقى له اساس يختلف شويه عن اللعب مع ليفربول. ممكن يمسك الكره ويدخل للداخل، يسيب يدي فرصه للباك اللي جاي من عامل، ممكن يلعب في العمق في كثير من الاحيان عشان يبقى قريب من المرمى وتتلعب له كرات في الفتحات اللي موجوده. صحيح. كل ده لم يحدث بالنسبه لصلاح. ويمكن الفترة الأخيرة في تصفيات الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم، نعم، ما كانتش ناجحة النجاح المطلوب منه، ويمكن في مباراة المغرب بقى تألق فيها وسجل فيها هدف وعمل هدف تاني، لكن بقية المباريات كان في صعوبة في تحركاته، وأنا ما بلومش هو لوحده، لأن المفروض إن يبقى فيه أسلوب إن أنا أطور بيه لعبه مع زملائه. نعم. فدي ما شفناهاش. هل النهارده فيتوريا يستطيع ان هو بالرغم ان هو معاه مجموعه الان، يعني مثلا بنشوف محمد صلاح، مصطفى محمد متالق وسجل في اوروبا، نعم، تريزيجيه لعب مباراه كبيره جدا الاخيره وسجل هدف وعمل اسيست. صحيح. فيعني عنده قوه هجوميه. وبعدين عندنا في نص الملعب في زيزو في احسن فورمه ممكنه، في لعيبه ممكن هو يبني عليها تاكتكس كويس ويقدر. إذن ما يعاب على المنتخب المصري في المرحله الاخيره هي عدم وجود نزعه هجوميه للمنتخب المصري او الجزء الامامي للمنتخب المصري في الفتره الاخيره. ده اللي محتاجين تطويره بشكل كويس.